وما جعلنا عدتهم اللي هو 19 إلا فتنة للذين كفروا. إذن يجب أن تبدأ 19 فتنة، ولما بتبدأ فتنة 19 بيخرج منها الأمور الأربعة هاي، أو شو يعني بيخرج منها؟ تؤدي إلى هذه الأمور والنتائج اللي ذكرت هون. لأنه لي يعني هذه ممكن نقول عنها لام العاقبة بشكل عام، كيف؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه بقصد ان يكون لهم عدو وحزن؟ لا. طب ولا ايش؟ لتكون النتيجة، هذه لام العاقبة بسموها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، لتكون النتيجة ليكون لهم عدوا. ايش اذا شو معناته ليكون؟ لتكون العاقبة، لتكون العاقبة ليكون عدوا وحزنا، مش هيك؟ وبالتالي نشوف انه لابد ان الموضوع العدد 19 يبدأ فتنة. المفسرين القدماء حاروا في الموضوع واعطوا اجابات غير مقنعة. لا، القضية اضخم من هيك بكثير، وخصوصا رح يقول فيما بعد ان شاء الله رح نشوف انها لاحدى الكبر. قضايا الضخمة هاي ضخمة. طيب بتقولوا انه طب عبر 1400 سنة او قبل هيك بشوي كل التفسير بطريقة مش مقنعة. طب هو معقول يكون في القرآن في شيء ما نفهموش؟ ما نفهموش؟ لاحظوا، معقول يكون نزل القرآن مشان ما نفهموش؟ اولا في القضايا اللي مطلوب فيها تطبيق، اعتقاد وتطبيق، لازم يكون كل شيء واضح من اول يوم. القضايا اللي بتكلم، القضايا التكليفية على المستوى الاعتقادي وعلى المستوى التطبيقي، من اول يوم لازم تكون مبينة، بصيرش يختفي شيء. لكن لا يعقل انه الناس من اول يوم يحيطوا بعلم القرآن، ولكن لما بتنتهي الدنيا بيكون القرآن أدى وظيفته مع كل البشر. واليوم، واليوم كل الناس بيفهموا القرآن بنفس الدرجة؟ المسلمين لا، بس في الصلاة والصوم حتى لو ما فهموش تفسير الآيات عارفين أحكام الصلاة والصوم اللي وردت في الآيات، عارفينها ولا مش عارفينها؟ والوضوء والمسائل هاي المطلوبة، وأن الله واحد وفي جنة وفي نار وفي محمد رسول، التفاصيل كل الأساسيات في الاعتقاد والشريعة مفهومة، لأن هاي أمور مكلف فيها أنت على مستوى الاعتقاد والتطبيق لازم تكون واضحة. بس مش معقول يعني كل شيء، لأنه الإنسان برضو بيأخذ من القرآن بقدر ما بيفهم هو، والأمم بتأخذ من القرآن بقدر فهمها. ولا يعقل أنه الأمم القديمة تأخذ من القرآن بقدر ما نأخذ إحنا اليوم. إحنا اليوم ليش؟ لانه اولا علمهم السابق احنا طلعنا عليه، اثنين وصار في انفجار معرفي في علوم شتى، صرنا نشوف احسن. فلذلك بس دائما الناس يا سبحان الله بقدسوا القديم، انه القدماء هذول بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا كل شيء القدماء، بيعرفوا كل شيء القدماء. بالعكس الخلف اعلم صار من السلف، الخلف اعلم اصلا، لانه هو مطلع على قول السلف وعنده الآن القدرات والآليات والعلوم انه يفهم احسن، يفهم احسن. نعم، فيعني ممكن يغيب معاني في القرآن الكريم عن 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 قرون او عن مجموعات من الناس او عن اكثرية حتى في مسائل معينة مش مكلفين فيها هم، يعني هم مش مكلفين. لكن القرآن جاء لكل العصور ولا تنقضي عجائبه، واسراره تتكشف شيء على ضوء ايش؟ قلنا على ضوء قدرات الانسان نفسه. يعني الطفل الصغير لما نبدا نعلمه ايش بده ياخذ من القران معاني؟ الطفل الصغير ايش بده ياخذ من القران معاني؟ بياخذ على قده، وبعدين بيكبر بياخذ اكثر، وبعدين بياخذ اكثر، بعدين بياخذ اكثر، واكثر الناس ما بتكملش المسيره، وقله اللي بتتخصص في فهم اكثر واكثر. مش هذا اللي بيحصل؟ فاذا مش غريب انه البشر في مراحل معينة ما يكونوش قادرين على فهم بعض المسائل، ما هم مش مكلفين، مش مكلفين يعني
انه يكشفوا كل اسرار القرآن. الاشياء اللي انتم مكلفين فيها لا بتكون مفهومة ومش مستغلقة وواضحة المعنى وتقوم بها الحجة وخلاص. ما كانوش بيعرفوا مش قادرين يستوعبوا موضوع كيف يعني العدد 19 فتنة. تمام. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. اذا لابد ان يبدأ هذا فتنة للكفار. ونتيجة افتتان الكفار في هذا العدد سينتج اليقين وبتنفتح الابواب. بس هذا الباب شو مدخله؟ فتنة الكفار.